علينا من ابتلاءات ومحن، ونحن نعيش في زمن من أصعب الأزمان الذي تمر به أمة الإسلام. أيها الإخوة، الإسراء والمعراج إلى أهل بلدي أقول يجب أن يكون بالنسبة لنا انطلاقة نتوحد من خلالها تحت راية واحدة، وهي راية الإسلام. نسير معا لنحارب العنف، لنحارب الجهل، لنحارب الانحراف، لنحارب الفساد، لنبني مجتمعا مسلما سليما ينطلق نحو الأمام. أسأل الله تعالى أن يبارك جمعنا هذا. حياكم الله وبياكم، وسدد خطاكم، وجعل الجنة مأوانا.